كان رئيس الحكومة تفضل. انا عم بطلب شغلة، انا ما اساسا ما طلبت الحكي، انا لانه انا شايف الحكي ما عاد ينفع، انا اللي حذرت منه بال 2019 وصلنا له. السؤال دكتور الرئيس، السي ار اس ليش ما بتطبقوا؟ شو هي الكومن ريبورت؟ ولو انا مره كان وزير الماليه مع مرسيل غانم سالته، ولو يا دكتور الرئيس بيطلع عليك 50 مليون دولار بالسنه اذا بتطبقوا. يا زميلنا هذا بالنظام، لا عم بسال سؤال عن الكومن ريبورتنج سيستم. يا زميلنا يا دكتور الرئيس، اكبر من الموازنه، عم يعني بتدخل مليون ونص، مليار ونص دولار بالبلد بالسنه، اكبر من الموازنه. حقي اسال السؤال اليوم، الحكومه ليش ما عم تطبق السي ار اس؟ في ياخذ جواب؟ ما بعرف ليش الصريح، ليش الصريح؟ للزملاء اللي ما بيعرفوا شو السي ار اس، كل واحد مقيم بالبلد فوق ال 183 يوم هون، دخلوا اللي برا بده يدفع على ضريب هون، ليش ما عم تطبقوا؟ شو يا دكتور الرئيس؟ ترى عم ترفضوا تستلموا من البنوك من برا، خلص بتحكي انت.